أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وكل عام وأنتم طيبون بمناسبة عيد الأم، وكل أم طيبة. ونبتدئ بإذن الله Respiration الجزء الثاني، وهتبقى هي المحاضرة الثامنة، وهذا الجزء الثاني هيستغرق حوالي 6 محاضرات، يعني هو أصغر شوية وألطف من القسم الأول. فنتوكل على الله ونبتدئ الـ Respiratory Centers والـ Control of Respiration. ده Lecture 8 اللي هي بداية النصف الثاني. طيب احنا بنحب الاول نقول يا ولاد ان الريسبيراتوري ماسلز متفرده في كونها the only skeletal muscles in your body, the only skeletal muscles which can be controlled involuntary or spontaneously, وده الاكثر اهميه، but can be as well controlled voluntary. يعني انت حضرتك انت وانت نايم الريسبريشن شغال لوحده spontaneous، لكن ده لا يمنع انك انت ممكن تعمل voluntary control. فانا وانا بكلمكم دلوقتي انا بعمل voluntary control to my breathing. السينجينج الناس وهي بتغني نفس الوضع، انا ممكن اكتم نفسي breath holding زي في الدايفنج او من غير دايفنج اقفل نفسي. والستريننج وانت بتحزق during defecation micturition كل ده voluntary control، عشان تفهم اهميته. الحقيقه اللي تبدو غريبه دي ان respiratory muscles هي the only skeletal muscles that can be controlled voluntary involuntary، اول ناس تنبهوا ليها، احكي لكم القصه، اول ناس تنبهوا ليها اولاد اللي هم اليونانيون، وسجلوها على المعابد بتاعتهم في اسطوره جميله خالص. نحب نبتدي يلا النهارده نحكي عيد الام، كل سنه وانتم طيبين وطيبون. هم سجلوا على المعابد بتاعتهم اسطوره جميله خالص، بتقول ان واحده كانت بتحب واحد وبعدين خلى بيها، يعني قال لها مش هتجوزك. فدعت الالهه دعاء غريب جدا يدل على ان اليونانيون على ان اليونانيين كانوا عارفين بالظبط القصه دي. فدعت الالهه ان الريسبريشن بتاعه يبقى توتالي فولانتري، يعني لازم عشان يتنفس يبقى متيقظ ما يقدرش ينام. فالاسطوره بتقول انه ما هو خايف ينام لئلا يتوفاه الله، انه ظل يجوب الارض يجري يجري عشان مش عاوز ينام، لان الريسبريشن بتاعه لو نام هيفقد الفولانتري كنترول. الى ان ثاب الى رشده عقل ورجع لحبيبته تاني وقال لها سامحيني، ودعا الالهه سويا مع بعض تاني ان يرجع الريسبيراتوري بارشالي فولانتري وبارشالي انفولانتري، يعني يقدر الواحد ينام يقدر ما يفكرش فيه والريسبريشن يشتغل عادي خالص. المهم الاسطوره دي زي ما بقول بتؤكد على ان كان اليونانيين اول ناس عرفوا ان الريسبيراتوري ماسلز ممكن تبقى كنترولد فولانتري وانفولانتري، اللي هي دلوقتي حقيقه اتمنى ما يكونش يعني حد فيكم استغربها، ان فعلا الريسبيراتوري ماسلز هي the only skeletal muscles that can be controlled voluntary or involuntary. طيب عايزين دلوقتي نتكلم كده في بساطه عن الفولانتري كنترول والانفولانتري كنترول. فنعرف عن الفولانتري كنترول الاتي، ان السنتر بتاعها موجود في السيربال كورتكس، تمام؟ يبقى المركز في السيربال كورتكس، النيرونز اللي بتتحكم في الفولانتري كنترول في السيربال كورتكس. طيب عشان تشغل الريسبيراتوري ماسلز لازم تتصل بالموتور نيرونز اللي بتشغل الريسبيراتوري ماسلز،
وعارفين انتوا اهم انسبيراتوري ماسل اليمين، فاكرين حتى كنت قلت لكم مين العضله الوحيده ذا اونلي سكيليتال ماسل which is essential for life، في كيف تربح المليون، اللي هو الدافرام اللي هو بيتغذى بالفرينيك نيرف اللي هو الاوريجين بتاعه 3 4 5 سيرفايكل. فيبقى النيورونز سيرفا كورتكس بتاعت الفولانتري كنترول لازم تبعت تشغل الريسبيراتوري موتور نيورونز بتاعت الدافرام، وطبعا وطبعا بتوع الانتركوستلز اللي موجودين في الثوراسيك ريجون. طيب يبقى تفتكر التراك ده نسميه ايه؟ جاي من السيريبرا كورتكس وهينزل لحد السباينال كورد، اظن نبقى نسميه كورتيكو سباينال تراكت، اهو مكتوب قصادك كورتيكو سباينال تراكت. وعلمتكم ايه الفرق يا اولاد بين التراكت والنيرف، مجموعه نيرف فايبرز، مجموعه نيرف فايبرز، افتح ودنك، اوتسايد سنترال نيرفس سيستم، بره السنترال نيرفس سيستم نسميها نيرف، انما كولكشن اوف نيرف فايبرز، كولكشن اوف نيرف فايبرز انسايد ذا سنترال نيرفس سيستم نسميها تراكت. وقلنا ايه اهميه الفولنتري كنترول في التوكينج، انا دلوقتي وانا بتكلم بتحكم في الاكسبيريشن، ولما الناس تغني سينجينج وستريننج بيتحكم في النفس فولنتري، وايفن الناس اللي بتلعب على الات النفخ، وايفن بريث هولدنج لما نكتل نفسنا ديورينج دايفنج، يبقى ده اهميه الفولنتري كنترول. يبقى نقول تاني في نظام وفي عجاله انه السنتر في السيرفا كورتكس، التراكت اسمه كورتيكو سباينال تراكت، والاهميه قلنا ديورينج توكينج سينجينج بريث هولدنج ستريننج وفي الات النفخ وما شابه. ومش هو ده موضوعنا النهارده يا اولاد، احنا موضوعنا المهم هو الانفولنتري كنترول اوف ريسبريشن، ازاي الريسبريشن بيشتغل سبونتينيس تلقائيا. واشهر مثل وانت نايم، تبقى نايم ما بتفكرش خالص والنفس شغال، هذا الانفولنتري كنترول النيورونز بتاعته اللي بتشغله بقى مش موجوده قارن، يبقى هناك كان موجوده في السيريبرال كورتكس، انما هنا موجوده في الريتيكولار فورميشن بتاع البرين ستيم. طب طالب قال لي بالتحديد فين؟ ده البرين ستيم ده عباره عن 100 برين وبونز ومضله، اهو بالتحديد في البونز والمضله. يبقى في الريتيكولار فورميشن خلايا عامله تشابك اسمها ريتيكولار فورميشن في البونز والمضله. طب يبقى بالعقل التراكت هيسموه ايه دلوقتي؟ جاي من الريتيكولار فورميشن، فكر معايا سهله خالص، ورايح الريسبيراتوري موتور نيرونز اللي في السباينال كورد، يبقى نسميه جاي من ريتيكولار فورميشن للسباينال كورد، يبقى نسميه ريتيكولو عشان جاي من ريتيكولار فورميشن سباينال تراكت. سنترز دي يا اولاد موجوده اون بوث سايدز، اللي بتشغل النفس سبونتينيسلي، يعني انا راسمها على ناحيه واحده اللي هي على ايدك اليمين دلوقتي انت شايفها، انما في ما يماثلها الناحيه الشمال، يبقى موجوده اون بوث سايدز. طيب نقطة تانية جميلة ان فيها انسبيراتوري نيرونز تعمل الشهيق اي نيرونز ترمز انسبيراتوري نيرونز، وفيها اكسبيراتوري نيرونز تعمل الزفير. وفي علاقة مهمة قوي يا اولاد ان ما بين الانسبيراتوري نيرونز والاكسبيراتوري نيرونز في ظاهرة مهمة اسمها ريسيبروكال انرفيشن، ومعناها التغذية المتعاكسة، بمعنى ان اي حاجه تستيميليت الانسبيراتوري نيورونز توقف اوتوماتيكالي الاكسبيراتوري نيورونز، والعكس بالعكس. طالب قال لي ما عندكش مثال طفولي كده تفهمه لنا؟ قلت مثال طفولي، عارف انت في السي دي بلاير في العربيه وفي راديو، مجرد انك تشغل السي دي، تشغل السي دي انت ما جيتش جنب الراديو، الراديو يبقى شات اوف اوتوماتيكالي، اهو ده التغذية المتعاكسة، يعني لما واحد يشتغل التاني لوحده من غير ما تيجي جنبه يقف، يسموها reciprocal innervation، تغذية متعاكسة. يبقى تاني نقارنهم بسرعة، ان respiratory muscles can be controlled voluntary or involuntary. الفولنتري النيرونز في السيربرال كورتكس
هنا النيرونز في الريتيكولا فورميشن بتاعه البونز والمدله. التراكت هنا اسمه كورتيكو سباينال، انما هنا اسمه ريتيكولو سباينال. الاهميه هنا انت عارفها، توكينج سينجينج بريث هولدينج سترينينج، انما هنا الاهميه انه بيشتغل سبونتينيس. طيب احنا موضوعنا مين بقى؟ الانفولنتري كنترول. قلنا السنترز موجوده اون بوث سايدز وتحتوي انسبيراتوري نيرونز واكسبيراتوري نيرونز، وفي نفس الوقت قلنا يا اولاد ان في ما بينهم ظاهره الريسيبروكال انرفيشن اللي هي التغذيه المتعاكسه. يعني اي ستيمولس يشغل انسبيراتوري نيرونز من غير ما يقرب، من غير ما يقرب على الاكسبيراتوري نيرونز، هي لوحدها بتشوت اوف، والعكس بالعكس، زي قصه السي دي بلاير والراديو في العربيه. كانت دي اللوحه الاولى يا اولاد. انتقل بقى واحنا موضوعنا قلنا الانفولنتري كنترول اوف ريسبيريشن. فتعالى نتفرج مع بعض على السنترز اللي موجوده في قلنا في الريتيكو فورميشن في البومز والمدله. تعالى نبتدي. عندي هنا طريقه لطيفه خالص هفصها لاجيال. الريسبيراتوري سنترز 2 في 2، ما انا قلنا المينتال سيت مهم في الفات. يعني عندي 2 ميدلري سنترز موجودين في المدله و2 بونتاين سنترز، يبقى حلو في ميدلري وفي بونتاين، ادي 2 كل ينقسم الى 2، في 2 ميدلري سنترز و2 بونتاين سنترز. ولا تنسى بقولها مره ثاني انهم بايلاترال، يعني انا برسم ناحيه واحده بس فيما يماثلهم الناحيه الثانيه، وان في ما بينهم فاكر ريسيبروكال انرفيشن. تدي بالميدلري سنترز الاهم، وعشان كده هو اللي بحط عليه اللون الاصفر اللي هو اكتر لون بيشوفه الانسان، هو الدورسال ريسبيراتوري جروب. خلاص، يعني عندي دورسال ريسبيراتوري جروب وفنترال ريسبيراتوري جروب. الاهم هو الدورسال ريسبيراتوري جروب، وعشان ما تنسهاش بعلمتها للطلب بطريقه لطيفه قوي، الدورسال ريسبيراتوري جروب بحرف الدي ده اللي بيشغل اهم عضله وهي الدافرام بحرف الدي، عشان ما تلخبطهمش مين المهمه، مين اللي بتشغل النفس، مين بيشغل الدافرام بحرف الدي، الدورسال ريسبيراتوري جروب. تعالى بقى نتعلم النقاط واحده واحده مع بعض على الدورسال ريسبيراتوري جروب. النقطه الاولى انه موجود دورسال وميديال، يعني حتى انا رعيت في الرسم يا اولاد لو عندك ملاحظه ان انا راسمها ورا الفنترال اهي، ورا يعني الفنترال قدام وهي دورسال وقريبه من ميديال لاين. يبقى الدورسال ريسبيراتوري جروب المعلومه الاولى نصها في اسمه ان هو دورسال ورا الفنترال، والمعلومه الثانيه ان هو ميديال. طيب رقم الساعد في الدورسال ريسبيراتوري جروب، وانت عارف عندنا اللاك نمبر هو رقم واحد، هو معمول من نيوكليس واحده، يعني في 1 نيوكليس اسمها نيوكليس تراكتس سوليتيريس، وكلمه سوليتيريس في اللغه معناها واحده. طيب يقول لي طب اديني امثله في اللغه، هقولها لك. البنات لما باذن الله ربنا يوفقهم ويتخطبوا، البنت الشاطره تقول لخطيبها تجيب لي خاتم سوليتير، يعني في فص واحد بس الماس، فيبقى ليه قيمة مش فصوص كتيرة صغيرة. لما أروح في الأوبرا أسمع واحد بيضرب لوحده على آلة موسيقية نقول ده بيضرب سولو، يبقى سوليتري يعني الوحيدة. طيب الدورسال ريسبيراتوري جروب يبقى فيها نيوكليس واحد، قلنا رقم الساعد واحد سوليتري نيوكليس، تغذي نوع واحد من العضلات اللي هو الانسبيراتوري ماسلز، تمام؟ واللي قلنا هو ده المهم للنفس، لان احنا نورمالي لو كنت ناسي افكرك الانسبريشن هو اللي اكتف، احنا نورمالي بنشغل انسبريشن، الاكسبريشن ده لوحده باسف. ففيها بتشغل انسبيراتوري ماسلز فقط اللي هم مين؟ قلنا الدورس الفاكر الدافرام، الدورس الدافرام ومعاه الاكسترنال انتركوسترز. وعليه قول انت النقطه الثالثه بقى. النقطه الثالثه يبقى نوع النيرونز اللي فيها فقط انسبيراتوري نيرونز. طيب فاضل نقطتين، انه احنا نقول بتاخد امبلسز منين وبتدي لمين، دي ما اقدرش اقولها دلوقتي يا اولاد،
هأرجئها قليلا لما نفهم الموضوع هتبقى بعد كده التجميع أسهل. إنما أقدر أقول في عجالة دلوقتي إنها بتدي إمبلسز للريسبيراتوري موتور نيرونز بتوع الفرينيك نيرف بتاع الدافرام والثراسيك سيجمنتس اللي بيغذوا انتركوستلز، وبتتلقى من أهم عصبين في الجسم اللي هم العصب العاشر الفيجاس والتاسع اللي هو الجلوسو فارينجيال. حتى معمولة خطأ، أنا دلوقتي بس تسمحكم عذرا ان انا هصلحها فورا. التاسع والعاشر دول اهم عصبين على فكرة في الكنترول بتاع مش بس الريسبيريشن، والكنترول كمان بتاع السيركوليشن بإذن الله لما نيجي في محاضرة الارتيريال بلاد بريشر. يبقى دلوقتي قلت بعضهم انها بتدي الريسبيراتوري موتور نيرونز وبتاخد من اهم عصبين في جسمك الفيجاس العصب الحائر والجلوسو فارينجيال اللي هم هيبقوا اهم عصبين بيشغلوا ريسبيريشن والسيركوليشن. ولا تنسى ان الدورسا ريسبيراتوري جروب دي هي دي اللي بتشغل ريسبيريشن اساسا عن طريق انها متصله بالبيس ميكر اوف ريسبيريشن. تعال نشوف اسمه بقى البيس ميكر اوف ريسبيريشن، اهو اسمه بري بوتزينجر كومبلكس، هو ده البيس ميكر ريسبيريشن. انها الدورسال ريسبيراتوري جروب ازاي بتشغل الانسبيريشن، انها متصله بالبيس ميكر ريسبيريشن اللي هو بيسموه البرايمري ريسبيراتوري اريا او برايمري انسبيراتوري اريا اللي هو اسمه صعب شويه بري بوتزينجر كومبلكس. طبعا لو جالك في الام اس كيو pre-Putzinger area صح، pre-Putzinger neuron صح، كل دول هما الـ pacemaker of respiration. عارف ليه هما الـ pacemaker of respiration؟ لأن هما لوحدهم spontaneously بيحصل لهم rhythmic depolarization، بيطلعوا كهرباء بانتظام depolarization ولوحدهم. وعملوها تجربة جميلة أقولها لكم، خدوا slices في البرين يعني شرائح في البرين outside بره الجسم خالص، فلقوا البريبوتزينجر كومبلكس ده بيبعت امبلس ريزميك بانتظام ريزميك كل شويه يبعت امبلسز، ولقوا حتى عليها بس ده مش علينا يا اولاد، بقول للزملاء الاصغر سنا، انها بتديسشارج نوعين من الريزم، نوع عادي اللي بيشغل نفس، ولو عرضناها بره الجسم الهايبوكسيا تبعت نوع تاني اللي بيعمل الجاسبينج. عارف الجاسبينج لما يبقى فيه نقص اكشن تلهث معناها اللهاث، وبتحدث كلمه جاسبينج كمان يقولوها لما الواحد يبقى بيتعرض للحظات الاخيره في حياته، يقول لك البيشنت جاسبس يعني بالشكل ده. اللي هقوله للزملاء الصغيرين لان انا عارف ان معظمهم ما يعرفوش دي وما لكوش دعوه بيها، ان فين ال بري بوتزينجر كومبلكس دي اللي هي بتشغلها الدورسال ريسبيراتوري جروب؟ انا هقولها وانسوها عشان دي هتلخبط كثير من الزملاء. موجوده في الفنترال ريسبيراتوري جروب اللي هو بيتقسم لاربع ارياز، لا عليكم انكم تعرفوا الاربع ارياز ولا عليكم انكم تعرفوا ان في البري بوتزينجر كومبلكس. طالب قال لي بقى من فضلك قولهم لنا تاني، قول لنا مره اخرى ايه المعلومات اللي عاوز نعرفها على الدورسال ريسبيراتوري جروب. يبقى المعلومات الخاصه بالدورسال ريسبيراتوري جروب، واحد من اسمها موجوده دورسال ورا الفنتر اهو اند ميديال، قريبه من الميدل لاين في المظله، دي اول معلومه في الام اس كيو. تاني معلومه ان رقم السعد بتاعها واحد، انها فيها نوع واحد من نيرون انسبيراتوري نيرونز، وعليه تغذي نوع واحد من العضلات inspiratory muscles، واهمهم مين يا اولاد؟ الدافرام. ده انا حتى عشان ما تلخبطوش قلت لكم اوعى تنسى ان الدافرام بيبقى سبلايد بالدورسال ريسبيراتوري جروب الدي مع الدي، وعشان كده اعتبرنا ان هي دي اللي مسؤوله عن السبونتينيوس ريزميك ريسبيريشن. ازاي يا اولاد؟ مش دايركتلي، عن طريق انها بتبروجكت بتبعت للبيس ميكر اوف ريسبيريشن اللي هو اسمه ايه بقى البيس ميكر؟ اسمه البري بوتزينجر كومبلكس،
اللي هو البيس ميكر ريسبيريشن اللي هو البرايمري ريسبيراتوري اريا اللي بيبعت قلنا حتى بره البرين حتى بره البرين بيبعت سبونتينيوس ريثميك دي بولاريزيشن. تمام. طيب وبعدين المعلومه بعد كده بتتلقى منين؟ قلنا بتتلقى دلوقتي اعرف من 9 و10 الفيجاس وجروس فارينجل اهم عصبيه. طب وبتدي مين؟ ما قلنا بتدي ال ريسبيراتوري موتور نيرونز اللي هي بتغذي الديافرام. اظن الديافرام يبقى 3 4 5 سيرفايكال اللي هم الفرينك والانتركوستالز بتاخد من الثوراسيك ريجون. تمام. نيجي بقى للفنتر ريسبيراتوري جروب. معلومه رقم 1 انها موجوده فنترال اند لاترال لبره اهي مش ناحيه الميدل لاين، يبقى كان انا عاوزك تقارن وانا بتكلم. رقم الساعد هو رقم 2 فيها 2 نيوكلياي، واحده اسمها امبيجوس ومعناها غامضه، واحده موجوده وراها فاسمها ريترو امبيجوس. يبقى الفنترال ريسبيراتوري جروب فيها 2 نيوكلياي، امبيجوس يعني غامضه وريترو امبيجوس يعني خلف الغامضه. وعارف ليه سموها غامضه؟ عشان كانوا مش عارفين هي بتعمل ايه، بس دلوقتي حالا هتعرف هي بتعمل ايه. قلنا رقم الساعد 2 يبقى 2 نيوكلياي. طب فيها نوعين من نيورونز، انسبيراتوري واكسبيراتوري نيورونز. الانسبيراتوري بتغذي الاكسسوري انسبيراتوري ماسل، وطبعا الاكسبيراتوري بتغذي الاكسبيراتوري ماسل اللي هم الطالب ذكي لطالب ذكي ما بنستخدمهمش في النورمال كوايت بريدنج اللي هو بنسميه ايوبنيا. ما قلنا بينيا يعني بريدنج وايو يعني نورمال. وعليه الفنترال ريسبيراتوري جروب دي مش هتشتغل الا لو عملنا فورسد ريسبيريشن. فتقدر تعمل فورسد انسبيريشن وفورسد اكسبيريشن اللي فيها نوعين من النيورونز. عارف مين اللي بيطلب منها الكلام ده؟ الدورسال ريسبيراتوري جروب. لو عاوزه تنفذ اكتر من بغي تقول لها اشتغل انت بقى، اعملي فورسد، خلي الانسبيراتوري نيورونز اللي عندك تشغل اكسسوري انسبيراتوري ماسلز والاكسبيراتوري نيورون تشغل اكسبيراتوري ماسلز، فدي تعمل فورسد انسبيريشن دي فورسد اكسبيريشن، يبقى بتشتغل فقط مع الفورسد ريسبيريشن. تمام يا ولاد؟ طيب طالب قال لي بص ممكن كعادتك احنا فهمنا بس تعيدهم لنا تاني. قلت قوي بس انا اقول حاجه وانا سامعكم بتقولوا اللي قصادها. اول نقطه في النقاط الخمسه الاساسيه ان الدورسال ريسبيراتوري جروب من اسمها دورسال لكن اللي مش باين في اسمها انت شايفه. احنا قلنا عندنا اور سيستم اوديو فيجوال، يبقى دورسال وميديال، بينما الفنترال بتبقى فنترال اند لاترال. ادي اول نقطه. طب رقم الساعد يا ولاد بتاع الدورسال ايه؟ رقم 1 يبقى فيها نيوكليوس واحده حتى اسمها الوحيده تراكتس سوليتيريس، سوليتري يعني وحيده. بينما رقم الساعد بتاع الفنترال هو رقم 2 امبيجوس يعني غامضه وريترو امبيجوس يعني خلف الغامضه. طيب النقطه الثانيه الثالثه الدورسال ريسبيراتوري جروب فيها نوع واحد من نيرون انسبيراتوري نيرونز، وعليه الرابعه تشغل ال انسبيراتوري ماسلز بس اللي هما مين؟ الدافرام والاكسترنال انتركوست. هو قلت اوعى تنسى ان الدافرام اللي هو اهم عضله في الجسم بيشتغل بالدورسال ريسبيراتوري جروب، انما الفنترال ريسبيراتوري جروبس 2 انسبيراتوري واكسبيراتوري نيرونز ما بيشتغلوش مع الايوبنيا، بيشتغلوا مع الفورس انسبيريشن وفورس اكسبيريشن، يبقى يبعتوا للاكسسوري انسبيراتوري ماسل والاكسبيراتوري ماسل اللي ما بتشتغلش غير مع الفورس اكسبيريشن. تمام. النقطه الخامسه تتلقى منين وتدي مين؟ قلنا دي هنرجئها شويه يا اولاد. انما بالنسبه للدورسال ريسبيراتوري جروب فانا قلت انها بتتلقى من 9 و10 اهم عصبين، دول بيساهموا في ريجوليشن بتاع الريسبيريشن، وبتبعت في الاحوال العاديه للموتور ريسبيراتوري نيرونز في الايوبنيا تشغلها، لكن لو احتاجت نعمل فورسد انسبيريشن واكسبيريشن مين اللي يقدر يعمل كده بقى؟ تبعت للفنترال ريسبيراتوري جروب. طب في سؤال ام اس كيو يا اولاد،
انه ازاي الدورسال ريسبيراتوري جروب دي بتشغل النفس، انها بتبروجكت بتبعت للبيس ميكر ريسبيريشن. مين هو البيس؟ بيس ميكر ريسبيريشن افتكرها بحرف البي، هو بحرف البي البري بري بودزينجر كومبلكس. يبقى مين البيس ميكر؟ بري بودزينجر كومبلكس موجود برضو في المظله، ما عليكوش تعرفوا فين بالظبط، انا قلت للزملاء الاصغر سنا هو فين بالظبط، بس مش عاوزكم تركزوا على دي دلوقتي، فهي بتبعت لهم. طيب بتعمل ايه بقى الدورسال ريسبيراتوري جروب؟ عن طريق انها بتبعت للبري بودزينجر كومبلكس بتعمل ريذميك يت ريجولار اند سلو ريسبيريشن، يعني تقدر بتبعت كل شويه امبلس، فالنفس في ايقاع ريذميك لكنه ايقاع غير منتظم وبطيء. يبقى انت عجبكوا ايه الكلمه؟ عجبنا ان هو ريزمك حلوه، انه كل انسبريشن وراء اكسبيريشن لكنه الريجولار يعني غير منتظم اند سلو. طب بتبعت الامبلس ازاي بقى؟ قلت بتبعت لمده ثانيتين اكشن بوتنشلز وبعدين تقف فيحصل اكسبيريشن 3 ثواني، فيسموها رامب، رامب اوف امبلس. عارف الرامب ده زي ايه يا ولاد؟ كلمه رامب لما في السبيد بريكر اللي في الشوارع عندنا اللي بتخلي العربيات تخفض السرعه، اللي انا بسميها كار بريكرز لانها بتكسر العربيات عاملينها عاليه قوي، اهو ده يسموه رامب. لما نروح في نركب طياره وبعد ما فيش يجيبوا سلم كده يحطوا له طياره عشان نطلع عليه، ده يسموه رامب. فالانسبيراتوري نيرونز بتبعت الامبلسز بطريقه رامب. رامب يعني الطريقه جراديوال، يموت ثانيتين وبعدين تقف 3 ثواني فيحصل اكسبيريشن. يبقى ثانيتين تبعت امبلس فيحصل انسبيريشن في صوره رامب، و3 ثواني ما تبعتش امبلس. يبقى الطالب ذكي. لو ربنا كان خلقنا بالميدلري سنترز بس، ما عندناش غير الميدلري سنترز، كان النفس هيبقى ريذميك يعني كل شهيق ورا زفير لكنه الريجولار اند سلو. وتعالى مثل، احب امثل قوي عشان تفهم. لو انا ما عنديش غير الميدلري سنتر كان التنفس يبقى فيه حاجه حلوه، كل شهيق ورا زفير يعني ريذميك، يعني بيشتغل بايقاع، ولكن هذا الايقاع غير منتظم وبطيء. كنت اتنفس كده ايه رايك؟ ده نفس مقبول؟ مقبول في حاجه واحده بس، ان الشهيق ورا زفير، انه في ايقاع، لكن غير مقبول ان هذا الايقاع غير منتظم وبطيء. يبقى الطالب ذكي دلوقتي فهم هو ليه ربنا خلق بونتاين سنترز؟ لماذا لم يكتفي الخالق سبحان الله بالميدلري سنترز؟ لان الميدلري سنترز لوحدها كانت هتخلي النفس ريذميك في ايقاع، ولكنه ايقاع غير منتظم وبطيء. فالبونتاين سنترز بيموديفاي الاكتيفيتي اوف ميدلري سنتر، بيعدلوا الاكتيفيتي اوف ميدلري سنترز. يبقى دلوقتي انت اقتنعت ليه ربنا عمل لنا بونتاين سنترز، عشان يعدلوا نشاط الميدلري سنتر اللي هو مش لطيف. فعندي تو سنترز، نبتدي باول واحد اللي هو اسمه نيوموتاكسيك سنتر، موجود في الابر بارت اوف بونز. انا بحب الترمينولوجي قوي يا اولاد. نيومو يعني هوا، وتاكسيك يعني ريجوليتنج، يبقى اير ريجوليتنج سنتر، يبقى هو ده اللي بينظم النفس. يبقى اول معلومه عرفناها عنه انه في الابر ثيرد اوف بونز. طب تاني معلومه ان ده بيشتغل كاوف سويتش، هو اللي بيقفل النفس، بس بيقفله في نقاط منتظمه فالنفس يبقى منتظم. تعالى اوريك بقى بطريقه لطيفه، بص للرسمه. لو انا ما عنديش غير الميدلري سنتر كان النفس هيبقى اللي هو اللون الاحمر ده، في ايقاعه كل شهيق ورا زفير، ولكنه ايقاع غير منتظم مش متساوي وبطيء.
فانا بقول النيوموتاكسيك سنتر اللي هو الاف سويتش اللي بيقفل بيغلق اهو بيليمت الديوريشن انسبريشن، يعني بيقفل كل الانسبريشن في نقطه محدده منتظمه. اما نوصلها ناخد نفس فاصبح النفس بدل ما هو الريجولر بقى ريجولر، واحنا قلنا انه بيليمت الديوريشن انسبريشن، يعني بيوقفها بدري شويه فصلح الغلطه الثانيه بدل ما بقى سلو. اوعى تغلط اوعى تغلط، بقى نورمال ما تقولش رابيد. يبقى بالميدلري سنتر يا اولاد كان النفس هيبقى فيه ايقاع ريثميك لكنه الريجولر اند سلو. جه البونتاين سنتر شغلته ايه بقى؟ النيوموتاكسيك ده قلنا اير ريجوليتنج، بينظم النفس. اير ريجوليتنج سنتر، نيوم يعني هوا وتاكسيك يعني ريجوليتنج. هندسيا عمل خط كده. طب علميا limits الديوريشن انسبريشن، وقف الانسبريشن بدري شويه في نقاط منتظمه، فبقى النفس منتظم ريجولر، وقف بدري شويه فما بقاش سلو بقى مور رابيد. ده النيوموتاكسيك سنتر اللي هو الاوف سويتش. عمركم شفتوا جهاز يا اولاد في اوف سويتش؟ يعني مفتاح غلق وما فيهوش اون سويتش؟ واحد قال لي عمري ما شفت الكلام ده. يبقى دام ربنا حط اوف سويتش هو النيوموتاكسيك سنتر في البونز في الابر ثيرد بونز، يبقى محتاجين اون سويتش. اهو اون سويتش ربنا حطه في اللور ثيرد اوف بونز، واسمه اب نيوستيك سنتر. اسمه ايه؟ اب نيوستيك سنتر. فطالب قال لي طب ما تفهمني يعني ايه ابنيوستيك سنتر. ابنيوستيك كلمه من شقين، احنا قلنا بينيا يعني نفس. طب ابنيا يعني نوقف النفس، نو بريذنج. يبقى بينيا يعني بريذنج، ابنيا نو بريذنج. هذا السنتر اسمه ابنيوستيك سنتر، يعني السنتر اللي بيوقف النفس. طالب قال لي انت حرجلت؟ قلت له ليه؟ قال لي انت بتقول الابنيوستيك سنتر ده هو الاون سويتش اللي بيشغل النفس. قلت له طبعا ده الاون سويتش. قال لي وانت بتشرح معنى اسمه قلت ابنيا يعني نو بريذنج، انه اللي بيوقف النفس. ازاي اسمه السنتر اللي بيوقف النفس وهو اون سويتش؟ كده بسيطه خالص. انا بيحلو ليا عبر السنوات اقول للطلبه ان الابنيوستيك سنتر ده بسميه المجنون، سنتر مجنون. هو اون سويتش، لو مفيش اوف سويتش مفيش غيره هيقعد يشغل النفس يشغل النفس يشغل النفس يشغل النفس لحد ما النفس يقف اهي بالشكل ده. لو مفيش غيره كان هيقعد يشغل النفس يشغل نفس يشغل نفس لحد ما النفس يقف. بس طبعا هذا لا يحدث، لانه هو بيشغل وبعد ثواني النيوموتاكسيك يقفل النفس. يعني تعال اوريك، انا ما عنديش غير الابنيوستيك سنتر بس، ما فيش نيوموتاكسيك ما فيش اوف سويتش، انا عندي الابنيوستيك بس اللي هو الاون سويتش اللي هو قلت اسم مش على مسمى، هو اون بس بيسموه ابنيوستيك سنتر. لو ما فيش اوف سويتش كنت هعمل كده، هتنفس كده، ما فيش اوف سويتش مفيش اوف سويتش. ويقف النفس الى ان يتوفاني الله. عشان كده سموه هاب نيوستيك، السنتر اللي بيوقف النفس. بس ما تخافش، الابنيوستيك يشغل والنيوموتاكسيك يوقف. كده نحفظهم بقى مع بعض، الابنيوستيك اون سويتش والنيوموتاكسيك اوف سويتش، الابنيوستيك اون سويتش والنيوموتاكسيك اوف سويتش. يلا كلمتين صعبين عاود هناك معاهم، قول معايا قول معايا. اب نيوستيك اون سويتش نيوموتاكسيك اوف سويتش، اب نيوستيك اون سويتش نيوموتاكسيك اوف سويتش. سو وي هاف جوت في البونز تو سنترز،
On switch, off switch, وظيفتهم ايه؟ To modify the activity of medullary center. هي ما كانتش عجباك في ايه؟ كانت مش عجباني لانها rhythmic لكنها irregular and slow. فجه ربنا عمل نيوموتاكسيك اللي هو في الابر ثيرد اوف بونز، وده اسم على مسمى نيوموتاكسيك اللي بينظم الهواء، نيومو هواء، نيومو هواء وتاكسيك ريجوليتنج، بانه بيليمت الديوريشن اوف انسبريشن، بيقفل انسبريشن. ده سؤال ام اس كيو، ليمت الديوريشن اوف انسبريشن في نقاط محدده، فخلى النفس ريزميك اند نورمال، ما بقاش سلو. قلنا دام ربنا حط اوف سويتش لازم يحط اون سويتش، اللي هو مين بقى؟ الابنيوستيك سنتر، اللي هو اسم مش على مسمى، ابنيوستيك بسميه المجنون، لان لو سيبناه لوحده هو مجنون، هيشغل النفس يشغل النفس يشغل النفس الى ان يتوفى. فعشان كده يسموه ابنيوستيك، لو لوحده الى ان يتوفى النفس سموه ابنيوستيك، لكن هذا لم يحدث، لان الابنيوستيك هيشغل والنيوموتاكسيك هيوقف. الابنيوستيك اون سويتش والنيوموتاكسيك اوف سويتش، الابنيوستيك اون سويتش والنيوموتاكسيك اوف سويتش. يلا قولها معايا بقى، ابنيوستيك اون سويتش نيوموتاكسيك اوف سويتش. طيب قال لي اوقع لو تراجع هنا بقى السنترز ثاني بسرعه كده عشان نلمها تبقى حلو خالص. يبقى ال respiratory centers في البرين ستام 2 في 2 2 medullary centers and 2 pontine centers، 2 medullary و 2 pontines. ال 2 medullary center dorsal respiratory group and ventral respiratory group. تعال نقارنهم بقى. النقطة الأولى، يلا أنت قول معايا، ال dorsal respiratory group dorsal and medial، dorsal medial part of the medulla، انما الفنترال فنترولاترال فنترولاترال. طب رقم السعد في الدورسال ايه؟ مين فاكر يا اولاد؟ واحد. في نيوكلياس واحده حتى اسمها الوحيده تراكتس سوليتيريس، بينما الفنترال في تو نيوكلياي امبيجوس الغامضه وريترو امبيجوس. الدورسال النقطه الثالثه نوع واحد من نيرون اللي محتاجينه بس في اليوبنيا، انسبيراتوري نيرونز، وعليه النقطه الرابعه يشغل inspiratory muscles بس اللي هي بنحتاجها في النفس الطبيعي. حط النقطة التالتة والرابعة هناك. ال ventral respiratory group في two types of neuron inspiratory and expiratory، وعليه بيشغل inspiratory muscle واكسبيراتوري، بس مش في اليوبنيا، بيشغل accessory inspiratory muscle لما نبقى عاوزين نعمل forced inspiration، والaccessory او مش اكسسوري بقى الاكسبيراتوري ماسل، لانها ما بنستخدمهاش اساسا غير مع الفورس اكسبيريشن بناء على امبلس جاله من الدورسال ريسبيراتوري جروب. وبعدين قلنا النقطه الخامسه والاخيره، بيتلقوا منين وبيدوا مين؟ قلت هقول جزء منها دلوقتي. الدورسال ريسبيراتوري جروب في الاحوال العاديه بيشغل الموتور ريسبيراتوري نيرونز، طب وفي الاحوال غير عاديه بيبعت يشغل الفنتر ريسبيراتوري جروب لما نبقى محتاجين forced respiration. وبيتلقى من اهم عصبين قلتهم 100 مره اللي هم الفيجاس 10 والجروسو فارينجال 9 في ريجوليشن اوف مش بس الريسبيريشن وال ارتيريال بلاد بريشر. طيب نيجي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، طب الدورسال ريسبيراتوري جروب دي ازاي بتشغل النفس؟ انها بتشغل البيس ميكر اوف ريسبيريشن. اسمه ايه؟ اسامي رزله شويه انا عارف يا اولاد، اسمه قولوا معايا البيس ميكر بحرف البي، بحرف البي بري، البيس ميكر بري بوتزينجر كومبلكس. وقلت وحكيت لكم عنه ان لو خدت دول يا اولاد في برين سلايسز، يعني قطعت البرين وخدت البوتزينجر بره، هتلاقيها لوحدها بتعمل سبونتينيوس ريزميك ديبولاريزيشن. حتى عندها قلت للزملاء الاصغر سنا مش ليكم، ان عندها تو تايبس اوف ريزم، الريزم اللي بيشغل نفس عادي، ولو عرضتها لهايبوكسي حتى جوه الجسم تعمل جاسبيك. دي البيس ميكر، دي البرايمري ريسبيراتوري سنتر اللي بيشغل. طب قلت طب ليه ربنا ما خلقناش بالميدلري سنترز بس؟
قلت لو كان خلقنا بالميدلري سنتر بس بيخلوا النفس في حاجه واحده حلوه ريتمك، يعني في ايقاع 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 كل شهيق ورزفير، ولكنه ايقاع غير منتظم الريجولر وبطيء سلو. ده ما ينفعش ان انا اتنفس ريتمك وريجولر. يبقى الطالب ذكي فهم ليه ربنا عمل بونتاين سنترز، عشان يموديفاي الاكتيفيتي اوف ميدلري سنتر. فالصح نوقفهم كلهم في نقطه منتظمه، يبقى عاوزين اوف سويتش اللي هو نيومو تاكسيك ايريجوليتنج اوف سويتش في الابر ثيرد اوف ذا بونز. عمركم شفتوا حاجه فيها اوف سويتش من غير اون سويتش؟ لا. ففي اللور ثيرد اوف بونز في الابنيوستيك سنتر اللي هو الان سويتش، وفهمنا ليه سموه ابنيوستيك، لان لو سبناه براحته هيعمل ابنيا فسموه ابنيوستيك، يشغل نفس يشغل نفس لحد ما نفس يقف. وتقفلنا لكن ما تخافش ان الابنيوستيك هيشغل والنيوموتاكسيك هيوقف، الابنيوستيك هيشغل والنيوموتاكسيك هيوقف، الابنيوستيك هيشغل والنيوموتاكسيك هيوقف. احفظوا يلا معايا، ابنيوستيك نيوموتاكسيك، ابنيوستيك نيوموتاكسيك، ابنيوستيك نيوموتاكسيك. قلت نقاط مهمه في الام اس كيو، ان نورمال انسباتوري نيورونز بتبعت الاكشن بوتنشال لمده ثانيتين جراديوال، يسموها رامب، وبعدين تقف 3 ثواني يحصل فيها اكسبيريشن. تبقى عارف فاضل نقطة عاوز أقولها هنا لطيفة قوي يا أولاد، هو مين بيشغل النيوموتاكسيك سنتر؟ صدق أو لا تصدق، الأبنيوستيك سنتر. الأبنيوستيك سنتر بيبعت نوعين من الإمبلس، إمبلس لتحت تشغل الدورسال ريسبيراتوري جروب اللي هي المسؤولة عن التنفس، ولأنه عارف إنه مجنون الأبنيوستيك فيقول يا جماعه ما تسيبونيش، يبعت امبلس لفوق للنيوموتاكسيك يقول له الحقني بعد شويه، لو سبتوني انا مجنون انا مجنون هشغل النفس على طول الشخص هيموت هيحصل له ابنيا، يبقى الحقني بعد شويه وقفني. فالابنيوستيك يبعت للنيوموتاكسيك ستيميليشن، فالنيوموتاكسيك يبعت يعمل له انهبيشن هو والدورسال ريسبيراتوري جروب. حتى بقولها باسلوب فيه مزاح عشان تفتكرها، انه النيوموتاكسيك رد الإحسان بالإساءة، الأبنيوستيك بعت له ستيميليشن فهو عمل له انهيبيشن. يعني عارف بأسلوب البلدي كده عندنا مثل يقول لك دبور زن على خراب عشه، أهو مين الدبور ده؟ الأبنيوستيك سنتر هو اللي شغل النيوموتاكسيك عشان النيوموتاكسيك يوقفه. عارف ليه؟ لأنه عارف روحه إن هو مجنون، لو سابوه هيخلي الشخص ياخد النفس على طول على طول على طول الى ان يتوفاه الله. فعشان كده في نفس الوقت الابنيوستيك سنتر بيبعت امبلس لتحت للدورسال ريسبيراتوري جروب يشغل انسبريشن، بيبعت النيوموتاكسيك اللي فوقيه يقول له بلحقني بعد شويه وقفني بعد شويه الراجل ده حصل له ابنه يموت، فيعمل له ستيميليشن عشان هو يعمل له انهبيشن، مش هو لوحده بس، هو والدورسال ريسبيراتوري جروب الاساسيه اللي بتشغل ال ريسبيراتوري موتور نيورونز. بحب اضيف نقطه تاني جميله يا اولاد. فطالب قال لي يعني احنا كده تحت رحمه النيوموتاكسيك سنتر. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لو حصل مرض والنيوموتاكسيك سنتر ده باظ محدش هيوقف الابنيوستيك المجنون، وعليه الابنيوستيك هيقعد يشغل النفس على طول على طول على طول ويحصل لنا ابنيا الى ان يتوفانا الله، ما حدش بيوقفه النيوموتاكسيك باظ، ويسموا هذا النوع ابنيوستيك بريذنج عشان مين اللي عامله؟ الابنيوستيك سنتر، فيسموه ابنيوستيك بريذنج. فاحنا كده تحت رحمه مين؟ النيوموتاكسيك اللي هو الاوف سويتش، لو ما قفلش لو ما وقفش الابنيوستيك سنتر هموت. قلت له ما تخافش، ربنا ما يرضاش ابدا ان احنا نبقى تحت رحمه حد. قال يعني ايه؟ قلت له ربنا عمل
تو اوف سويتش زياده، لان عمليه خطيره متعلقه بالحياه. واذكرك بكلام جميل انه وراء الخلق خالق. فاكر في القلب يا اولاد كان عندنا الاس انود هي البيس ميكر. طب لو باظت ما تخافش، ربنا عامل ايفي نود. طب لو الكهرباء ما وصلتش الفنتكل خالص، قطع الايفي باندل، ما تخافش، ربنا عامل بيركنجي فايبرز ثلاثه، مع ان احنا في الاغلب ما بنستخدمش غير واحده. وكما فعل الله في الهارت فعل في الريسبيريشن. هنا ثلاثه بيس ميكرز، هنا ثلاثه اوف سويتش يوقفوا المجنون. اوف سويتش ووحدانيه الديزاين تدل على شيئين. اولا على ان وراء الخلق قوه عاقله، وانها لا تتركنا المصادفات، عامله لنا احتياطي. قوه عاقله نسميها الله. فاستعجب رغم ذلك ان يوجد في عالمنا هذا ملحدون، شيء غريب جدا. فربنا عمل تو سويتش تانيين. تعال نتفرج بقى مع بعض. The other two switches، الأهم هو الهيرينج بروير ريفلكس. الهيرينج بروير ريفلكس يا أولاد ده عمله شخصين، جوزيف بروير وإدوار هيرينج، وكان في سنة 1868 1868. جوزيف بروير أند إدوار هيرينج اكتشفوا إن ربنا عامل أوف سويتش تاني. إزاي؟ افهم، في ربنا حاطط ستريتش ريسبتورز اهي في السموث ماسل بتاعه البرونكاي بتاعه اللانج. وانت عرفت ليه انا بحب ارسم؟ لان الطالب لما تقعد رسم قصاده زي ما قال المثل الصيني، الصوره تساوي مليون كلمه، بيقعد فاكرها. انت الرسمه انا بحطها بالربع ساعه واتكلم عليها مرارا وتكرارا، وبحب الرسم النظيف. فالطالب بيفهم كلاما ورؤيه اوديو فيجوال. يبقى الستريتش ريسبتور دي موجوده فين يا اولاد؟ في البرونكاي. فين بالظبط؟ في السموث ماسل. انا اول اخد 500 سنتي الفيجاس اللي هو اشهر عصب يبعت يقول بس خلاص كفايه كده، ده تاني اوف سويتش خلاص. فاللي اكتشفوا هيرينج وبرور، دول اتنين، فسموه هيرينج بروير. الصح مش مكتوب في كتبكم انفليشن ريفلكس، لانهم اكتشفوا واحد تاني بيشتغل مع الديفليشن مع الاكسبيريشن يخلي نفس يرجع تاني، بس اقل اهميه. فللاوائل يقولوا هيرينج بروير انفليشن ريفلكس، مش هيرينج بروير ريفلكس، لان هما اتنين، في انفليشن اللي عليكم وفي ديفليشن اقل اهميه، بس اللي احنا عندنا ده انفليشن. يبقى خد بالك، يبقى انا لما اخد 500 سنتي اللنج حصل لها ايه؟ ستريتش، فاشتغل ستريتش ريسبتور. لانج حصل لها ستريتش، فاشتغل ستريتش ريسبتور. موجوده فين؟ في السموث ماسل برونكاي، تبعت عن طريق عصب اسمه الفيجاس، توقف برضه الاثنين، الابنيوستيك سنتر اللي هو الاون سويتش، والدورسال ريسبيراتوري جروب اللي هو بيشغل النفس. وعندي تامل خاص يا اولاد، ان كده يبقى ربنا عمل لحد دلوقتي كام اوف سويتش يا اولاد؟ تو اوف سويتشز، نيوموتاكسيك سنتر وهيرينج برو ريفلكس اللي هو خلينا نسميه الفيجاس. انا عندي تامل جميل، قعدت افكر كده، ده فعلا وراء الخلق خالق، ده ربنا عامل اوف سويتش من فوق واوف سويتش من تحت. وانا قعدت افكر، عارف لو كانوا الاثنين من فوق كان ممكن ليجن واحد يضيعهم كلهم، لو الاثنين من تحت ليجن واحد يضيعهم كلهم. لكن قصد الهي ان ربنا يعمل اوف سويتش من فوق اللي هو نيوموتاكسيك، واوف سويتش من تحت اللي هو الفيجاس. فمن المستحيل ان الاثنين يبوظوا، لان هنا وي نيد تو ليجن، واحد فوق واحد تحت. وهقولها بمزاح، هو ده الواحد بيقعد عمره كله، معظم الناس ما يجيلهاش مرض واحد بهذا العنف. فواحد هيجي له ليجن فوق وليجن تحت، ليه مفيش غيره ولا ايه؟ فالعظمه الالهيه مش بس في ان تو اوف سويتشز، ولكن فروم تو ديفرنت دايركشنز، النيوموتاكسيك من فوق والفيجاس من تحت اللي هو الهيرينج بروير، النيوموتاكسيك من فوق والهيرينج بروير من تحت.
هذا الفيجاس اللي هو الهيرينج بروور انفليشن ريفلكس اقل اهميه من النيوموتاكسيك. والجون نيوموتاكسيك سلور لكن سلولي بات شورلي. الهيرينج بروور ده مهم. افتح ودنك في الانفانت والانيمالز اكتر. حضرتك اللي بتسمعني دلوقتي ما انتش رضيع انفانت واتمنى ما تبقاش الثانيه. يو ار نوت ان انيمال. كل دي جمل في الام اس كيو. ستيل يا اولاد يو هاف ثيرد اوف سويتش. لان ربنا رقم ثلاثة ده مهم عنده جدا. السي نوت ايفي نوت بركنجي فايبر. نيموتاكسيك فيجاس اللي هو هيرنج بروور انفليشن ريفلكس. وستيل في اوف سويتش ثاني في الانتركوستال ماسل هنا يا اولاد. في ريسبتور شكل المغزل اسمه ماسل سبند المغزل العضلي. لما انا كونتراكت الماسل في الانسبريشن بيبعت يعمل انهبيشن للابنيوستيك سنتر والدورسال سباتي جروب. سو وي هاف 3 اوف سويتشز. بس ده برضه مش مهم في الانسان قوي انما موجود كاحتياطي. سو وي اندد اب ان 3 اوف سويتشز. نيوموتاكسيك ثم نيوموتاكسيك ثم نيوموتاكسيك من فوق ثم فيجاس من تحت هيرينج بروور انفليشن ريفلكس ثم ماسل سبندلز ماسل سبندلز اوف ذا انتركوستال ماسلز. ده موضوع في غايه الاهميه. انا فاضل لي لوحه واحده المحاضره دي يا اولاد يعني دي وفضل واحده بس. فعشان فضل واحده بس وهي مراجعه لدي فادوني فرصه اقول لكم دي تاني عشان تفهموا الثالثه بسهوله ونقفل بكده. احنا مهم عندنا احنا قلنا ان عندنا فولانتري كنترول وده السنتر في السيريبرال كورتكس والتراكت اسمه كورتيكو سباينال وقلنا ده مش مهم علينا. وعندنا انفولانتري كنترول وده المهم وقلنا السنترز موجوده في التشابك ريتيكولا فورميشن تكوين الشبكي موجوده على وجه التحديد في المضله والبونز وقلنا رقم الساعه 2. وي هاف تو ميدلري سنترز اند تو بونتاين سنترز. وفي عجاله ما عشقت مثل عشق النظام التو ميدلري سنترز اقارنهم في خمسه نقاط. السايت ده دورسال اند ميديال انما ده فنترال اند لاترال. الدورسال رقم الساعه دي كام بقى يا اولاد؟ قولوا هاي فكروني. واحد فيها نوع واحد من نيرون انسبيرات نوع الاول 1 نيوكليس اسف سوليتر نيوكليس انما هنا في 2 نيوكلياي امبيجاس وريترو امبيجاس. النقطه الثالثه فيها نوع واحد من نيرون انسبيراتوري نيرونز وعليه النقطه الرابعه يشغلوا الانسبيراتوري ماسلز اللي هم مين المهمه دافرام. قلت عشان ما تنساش الدي مع الدي لو نسيت هي كانت مين المهمه للنفس الدورسال لان دي مهمه بتشغل الدافرام ومعاها طبعا الاكسترنال انتركوستالز. انما هناك فيها نوعين من نيرون رقم الساعه 2 تو نيوكلياي امبيجوس وريترو امبيجوس نوعين من نيرون انسبيراتوري واكسبيراتوري تشغل نوعين من ماسل الانسبيراتوري ماسل اكسسوري والاكسباتري ماسل والاثنين دول الاكسسري والاكسباتري ماسل ما بيشتغلوش في الكوايت بريثنج في الايوبنيا دول يشتغلوا بس مع الفورس ريسبريشن. عشان كده قلنا المهمه هي الدورسال سباتي جروب. والنقطه الخامسه بتتلقى منين وتبعت لمين؟ قلنا نصها دلوقتي وهنكمل نصهم الثاني في البيج اللي بعده. فالدورسال سباتي جروب بتتلقى من 9 و10 وتبعت في الوقت العادي لل respiratory motor neurons في النفس العادي. ولو حبت تعمل forced inspiration expiration تشغل مين بقى اللي مسؤول عن الforced inspiration expiration تبعت impulse للventral respiratory group. طيب فاضل نقطتين سؤال داخل سؤال. طب مين البيس ميكر فعلا؟ البي بحرف البي بي بيس ميكر هو البري بري بري بوتزينجر كومبلكس. ده قلت مجموعة من الانتر نيرونز في المظلة خلينا نقولها في المظلة انما هي 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 اكشلي في الفنترال ريسبيراتوري جروب بس مش عاوز الخبط الزملاء مش انتوا لان الفنترال ريسبيراتوري جروب ده اربعة جروبس فخلينا نقولها في المظلة البيس ميكر اللي هو بري بيتزنجر كومبلكس ده هو البيس ميكر ده هو البرايمري ريسبيراتوري بيعمل برايمري ريسبيراتوري سنتر اللي بيعمل لها ريجوليشن. ازاي قلت ان حتى بره الجسم بيبعت ريثميك ديبولاريزيشن
rhythmic spontaneous depolarization. تمام؟ وقلنا ان في الانسبريشن بنبعت الامبلس لمدة ثانيتين وبعد نوقف ثلاث ثواني يبقى الرامب ثانيتين. وقلنا ان لو ربنا شغلنا بالميدالري سنتر بس كان النفس هيبقى ريزميك. لكن في عيبين انه الريجولر اند سلو. عشان كده ربنا عمل البونتاين سنترز. ليه يا اولاد؟ تو موديفاي ذا اكتيفيتي اوف ميدالري سنترز. النيوموتاكسيك سنتر اوف سويتش في الابر ثيرد اوف بونز. بص على الرسم. اوف سويتش يغلق النفس عند نقاط منتظمه. It limits the duration of inspiration. ده سؤال في الام اس كيو. النيوموتاكسيك اوف سويتش سؤال ام اس كيو. النيوموتاكسيك limits the duration of inspiration سؤال ام اس كيو. وقفها عند نقاط منتظمه فبقى النفس اللي هو باللون الاسود ريجولار. وقفها بدري شويه فمبقتش سلو بقت نورمال. طب النيوموتاكسيك اوف سويتش وي نيد اون سويتش اللي هو اسمه ايه بقى في اللور ثيرد؟ ابنياستيك. اس مش على مسمى. هو اون سويتش بس هو لو سبته يعمل ابنيا ويتوفر الله. فعشان كده سموه ابنياستيك. لكن ما تخافش الابنياستيك يشغل والنيوموتاكسيك يوقف. ابنياستيك اون سويتش نيوموتاكسيك اوف سويتش. قلت هل يجوز ربنا يسيبنا تحت رحمة وان اوف سويتش لو باظ المجنون ده اللي هو الابنيوستيك سنتر يعمل لنا ابنيوزيس ابنيوستيك بريثنج ويتوفانا الله تبقى كده نقعد ناخد النفس ويقف النفس في النهاية وموت ما يطلعش؟ لا ربنا عدته ما يعمل سيبناش تحت رحمة واحد فعمل لنا كام اوف سويتش يا أولاد؟ ثلاثة. الميتوكوندريك سنتر والعظمة انه من فوق. تاني اوف سويتش من تحت. هنا في عظمتين ان اوف سويتش تاني ومش من نفس الاتجاه من تحت عشان ما فيش احتمال يبوظوا الاثنين اللي هو ستريتش ريسبتور. فين يا اولاد؟ بص في الرسم في السموث ماسل برونكاي. لما اللنج تعمل يعمل انسبريشن يحصل لها ستريتش فتبقى الستريتش ريسبتور ستيميليتد يبعته عن طريق اشهر عصب في الجسم وهو الفيجاس كما نيوموتاكسيك يوقفوا الابنيوستيك والدورسال سباتو جروب. ده من فوق وده من تحت. هذا الريفلكس اكتشفه اثنان اللي هم هيرينج وبرور في سنة 1868 واسمه الصحيح للأوائل هيرينج برور انفليشن ريفلكس لان عندهم ريفلكس اخر اكتشفوه بيشتغل مع الديفليشن بس اقل أهمية. هذا الفيجاس يا اولاد قلنا النيوموتاكسيك سلولي بات شورلي الفيجاس اقل اهميه. حضرتك مش انفانت ومش انيمال. هو مهم في الانفانت والانيمال. وتالت اوف سويتش يا اولاد اللي هو الماسل سبندلز اوف انتركوستال ماسل. سو وي هاف اوف سويتش من فوق نيوموتاكسيك اوف سويتش مهم من تحت فيجاس بلس الماسل سبندل. لو بقى انا عارف ان الاسماء كتير عشان كده عدتها يمكن 3 4 مرات على الاقل يا اولاد. لو عاوز يعيد اكتر يبقى شغل فيديو مره اخرى. نيجي للنقطه الاخيره يا اولاد وهي تحصيل حاصل وجميله. في سؤالين هم عباره عن تحصيل حاصل اللي قلناه تاكيد اللي قلناه اعاده بس بطريقه اظرف والطف. عشان كده عاوز اظبط الورقه كويس مش عارف ليه مش حاسس اتظبط كويس. اتظبطي بقى خليكي كويس. اللي هو سؤال نظري مهم وسؤال جينيسيس اوف ريزميك ريسبريشن. جينيسيس يعني تخليق التنفس المنتظم. جينيسيس يعني تكوين او تخليق عشان تبقوا عارفين. خلاص جينيسيس التكوين او التخليق. Of normal rhythmic respiration أو of rhythmic respiration كيف تتولد التنفس المنتظم؟ تعال نقولها بقى مع بعض طريقة جميلة خالص. خمس نقاط احنا اوريدي قلناهم في وسط الكلام. دلوقتي لو قصادنا يا اولاد جهاز. أول حاجة قصاد الجهاز عشان دي بتذكرك تبتدي منين. في جهاز قصادي ألعب في مين؟ في الأون سويتش. طب فين بقى هنا الاون سويتش؟ اديك عرفت نقطه البدايه.
يبقى الابنيوستيك سنتر. يبقى الخطوه الاولى في الخطوات الخمسه انسى اللي مكتوبين على الجنب دول، دول بتوع سؤال اخر. الخطوه الاولى باللون الازرق اهو ان الابنيوستيك سنتر يبعت يستيميليت الانسبيراتوري نيرونز اللي في الدورسال ريسبيراتوري جروب. دي الخطوه الاولى اهي، دي ستيب نمبر 1. طيب وعلي ستيب نمبر 2 الابنيوستيك سنتر اللي هو الاون سويتش ده يبعت للاسف الابنيوستيك سنتر خطوه اولى يبعت ستيميليت الدورسال ريسبيراتوري جروب للريسبيراتوري سنتر، وعلي الانسبيراتوري سنتر تبعت ستيميليت الريسبيراتوري موتور نيرونز بتوع الدافرام والاكسترنال انتركوستلز. تمام، فيحصل انسبريشن. ده ستيب نمبر 2. ولو عندك وقت اشرح الميكانيزم اوف انسبريشن، فتقول اربع جمل خارج للداخل لو كنت فاكر. الثوراسيك كيج انكريسز ان اول اتس دايمنشنز، فاللانجز ديستنشن، فالضغط جوه اللانج الانترا بالمونري وانترا الفار ينقص لما توسع حسب قانون بويل، الضغط ينقص يبقى ناقص 1 سنتيمتر روتر بريشر عن الاتموسفيريك اللي هو معتبر زيرو. فالاير راشز ان، تحب تشرحها اتس اوكي، ما تحبش اتس اوكي. الخطوه الثالثه هي الاهم يا اولاد، الاوف سويتشز. لو ما كتبتهمش بيج زيرو، بيج زيرو اوف سويتشز. في كام اوف سويتش؟ ثلاثه. صح، عشان كده قلت اعاده اللي فوق اللي فات. اول اوف سويتش من فوق هو النيوموتاكسيك سنتر، هو الاهم، موجود في الابر ثيرد اوف بونز، بيبعت ينهبت الابنيوستيك وينهبت الدورسال ريسبيراتوري جروب. صدق ولا تصدق، طب مين عمل له ستيميليشن؟ الابنيوستيك يعمل له ستيميليشن فهو يرد الاحسان بانه يعمل له انهبيش، هو الدورسال ريسبيراتوري جروب. ده اهم اوف سويتش. تاني اوف سويتش اللي هو هيرينج بروور اهو، تعال نشوفها من تحت. Hearing Brewer Inflation Reflex، لما بناخد نفس 500 سنتي اللي هو ابتدى الفوليوم ده يستيميليت ستريتش ريسبتور في السموث ماسل برونكاي، فتبعت عن طريق اشهر عصب هو الفيجاس ينهبت الابنيوستيك تاني والدورسال ريسبيراتوري جروب، بس من تحت. اول مره كان نيوموتاكسيك من فوق، المره دي الفيجاس من تحت. وتقول عشان تاخد الفول مارك ان ده مهم في الانفانت والانيمالز، وحضرتك لا لا انفانت ولا انيمال. تالت اوف سويتش يا اولاد ما تنساهوش اللي هو الماسل سبندل اوف انتركوستالز ماسل، الماسل سبندل اوف انتركوستالز ماسل ده الاوف سويتش، ده اللي عليه معظم نمره. وانس يو سويتش، وانس انك انت وقفت الانسبريشن، خطوه رابعه اكسبيريشن فولوز باسيفلي، تحصل اكسبيريشن بصوره باسيف. وممكن لو عندك وقت تشرحها تقول الاتي، ان الثوراسيك كيجز ديكريسز ان اول اتس دايمنشنز، فاللانجز ريكويل، فالضغط جواها الانترا بالمور انترا الفار يزيد، يبقى بلس 1 كان الاول ماينس 1 هنا بلس 1 لاسمين انترا بالمور انترا الفار عن الاتموسفيريك، فالاير راشز اوت. الخطوه الخامسه انه وانس الرئه فضيت الاوف سويتشز ما بيشتغلوش، يبقى المجنون يفوق الابنيوستيك سنتر ريكفر فروم انهيبيشن وستارتس نيو سايكل. طالب قال لي طب وريهاني مكتوبه، اهي هوريها لك مكتوبه اهو، جينيسيس اوف ريذميك ريسبيريشن. سؤال مهم جدا، خمس خطوات. ستيب 1 نلعب في الاون سويتش، الابنيوستيك سنتر اللي هو الاون سويتش يبعت اكسيتاتوري امبلس الدورسال ريسبيراتوري جروب. طيب فالدورسال ريسبيراتوري جروب اللي هو الانسبيراتوري نيرونز تبعت امبلس للانسبيراتوري ماسلز اللي هم مين؟ داجرام دافرام والاكسترنال انتركوست، فيحصل انسبريشن. عاوز تشرحها ديسكاست بمزاجك اذا عاوز تشرحها. حصل انسبريشن، ايه اهم خطوه؟ نمره 3 اهي، ثالث خطوه اللي هي الاوف سويتش، انك تبعت انهيبيتوري امبلسز توقف المجنون اللي هو الابنيوستيك سنتر. جاله من كام حته؟ من ثلاثه، من فوق من نيوموتاكسيك سنتر. وتشرح مين اللي شغل نيوموتاكسيك؟ صدق ولا تصدق، الابنيوستيك يعمل له ستيميليشن فهو يعمل له انهيبيشن.
تاني حاجة عن طريق من تحت الفيجاس وتشرح الهيرينج بروور انفليشن ريفلكس. لما اللانج تاخد التايدال فوليوم يبقى اللانج ستريتش فيشتغل استريتش ريسبتور، مش هي ستريتش دي بس ستريتش ريسبتور، فين؟ في السموث ماسل برونكاي، يبعت عن طريق الفيجاس يوقف زي النيموتاكسيك الابنيوستيك والدورسال سباتيك جروب اهو يوقفوهم الاثنين. تالت اوف سويتش اللي هو الماسل سبندل اوف انتركوستال ماسلز. الاوف سويتشز الثلاثه بيستوب الانسبريشن عند المراد وهو 500 ملل اللي هو التايدال فوليوم. وانس وقفت الانسبريشن اكسبيريشن فولوز باسيفلي. وممكن تديسكاس الشيست جيج يصغر، اللانج تريكويل، الضغط جواها يزيد، الهواء يخرج. The apneustic center خطوة الخامسة recovers from inhibition and the cycle repeats itself. فيش أكتر من كده نظام في الدنيا. يبقى كان step ده واحد من أشهر الأسئلة وأصعبها. Genesis of rhythmic respiration، تخليق التنفس المنتظم. مرة تالتة قصاد الجهاز أول حاجة هتلعب في إيه؟ في الاون سويتش. نلعب في الاون سويتش، يبقى الابنيوستيك سنتر يستيميليت الانسباتوري نيرونز في الدورسال سباتي جروب، يبعت اكسيتاتوري امبلس تو دورسال سباتي جروب. انت فاهم لما الانسباتوري سنتر، فالدورسال سباتي جروب اللي هو ما فيهوش غير الانسباتوري نيرونز، الدورسال سباتي جروب الانسباتوري نيرونز تبعت امبلس للدافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل فتعمل انسبريشن وتقدر حضرتك تشرحها. اربع جمل من الخارج تشيست كيج يوسع، الرئه الديستند، الانترا بالمونرا والانترا الفر يقل، يبقى ناقص 1 سنتيمتر ماينس 1 سنتيمتر ووتر بريشر فالاير راشز ان. الخطوة التالتة أهم واحدة، التالتة تلاتة، التالتة تلاتة، الأوف سويتشز، الأوف سويتشز، هي دي العيال النمرة. إن إزاي توقف المجنون؟ أهم حاجة البريك في أي حاجة، العربية تمشي إن شاء الله ما مشيت، لكن المهم أعرف أوقفها. الأوف سويتشز، كام أوف سويتش؟ واحد من فوق نيموتاكسيك، واحد من تحت الفيجاس، وفي واحد تاني من تحت اللي هو المصل سبندر وإنتركوستال مصل. وتشرح وتقول النيوموتاكسيك صدق على تصدق اللي شغله الابنيوستيك فهو عمل له انهيبيشن مع الدورسال سباتي جروب. طب والفيجاس لما اخد نفس ستريتش ريسبتور تشتغل، تبعت عن طريق اشهر عصب وهو الفيجاس من تحت مع النيوموتاكسيك من فوق يوقفوا المجنون ابنيوستيك سنتر والدورسال سباتي جروب. وفي اوف سويتش ثالث اللي هو المسل سبندل مغزى العضلي اوف انتركوستال ماسلز. وانس وقف ده الخطوه الرابعه اكسبيريشن فولوز باسيفلي. وممكن شرح التشيست كيج يصغر، اللانج تريكويل، الانترا بالمونر انترا الفر يزيد يبقى بلس 1 الهواء يخرج. المجنون ما خلاص الرئه صغرت يبقى ما فيش انهبيشن جاي له، يبقى يريكفر ويبتدي نيو سايكل. ده يا اولاد مرة رابعة بدون ديتيلز، الان سويتش الابنيوستيك سنتر استيميليت الدورسال سباتي جروب انسباتو نيرونز، الدورسال سباتي جروب انسباتو نيرون تعمل انسبريشن عن طريق الدافرام والاكسترنال انتركوستلز. والديسكاس اهم خطوة، الخطوة التالتة الاوف سويتشز تلاتة، من فوق نيموتاكسيك، من تحت فيجاس اللي هو الهيرينج بروور انفليشن ريفلكس، ومن تحت برضو المسل سبندلز اوف انتركوستال مسل. بيوقفوا النفس عند التايدال فوليوم 500. وانس وقف اكسبيريشن فولوز باسيفلي. وديسكاس الابنيوستيك سنتر ريكفرز فروم انهبيشن اند ذا سايكل ريبيتس اتسيلف. طيب نيجي بقى لاخر سؤال ونروح، اللي هو الاكسبيريمنتال ايفيدنس، الاثبات بتاع هذا الكلام. سهل جدا، هي اعاده ثالثه لنفس الموضوع experimental evidence. وبقول للولاد هما سبعة evidence وهي كلمة لا تجمع، يعني المفرد evidence دليل والجمع evidence أدلة، كما information معلومة ومعلومات. لو لسه بيمتحنوكوا English evidence كلمة لا تجمع. طيب أنا عشان تفهمهم إنه time، فأنا هقول لك حاجة لطيفة خالص. عامل رسمة تحت سيارة خالص،
الان سويتش اهو اللي هو الابنيوستيك سنتر شايفه اهو ده الان سويتش شغل النفس. فوانس خد 500 سنتي يشتغل الثلاثه اوف سويتشز اللي هم اهمهم مين هنا قلنا اهم اثنين بقى من فوق النيوموتاكسيك من ايد الكامل المره ال20 ومن تحت الفيجاس يوقفوا النفس بعد 500 سنتي نطلع. طيب تعال نفكر بذكاء قبل ما نقول ايفيدنس. يبقى انا عندي اثنين بريك اثنين فرامل بيوقفوا النفس عنده 500 سنتي من فوق النيوموتاكسيك ومن تحت الفيجاس الهيرينج جرور انفليشن ريفلكس. الفسيولوجي كما الحياه يا اولاد. تفتكروا لو البريك الفرامل بتاعت العربيه فقدت نص الكفاءه يعني بدل ما الفرامل بتفرمل العجل قداماني والوراني بتفرمل اتنين بس تفتكر العربيه تقف ولا ما تقفش بالمنطق ولا بقى ليه تقف بس بعد وقت اطول بعد مسافه اطول اهو ده اللي حصل يا اولاد. يبقى انا وانا شلت الفرامل اللي تحت بس الفيجاس اللي بس او اللي فوق بس الميتاكسيك بس النفس هيوقف بالتاني بس بعد ما مسافه ووقت اطول. فالريسبريشن بيكمز ديب اند سلو لو شلت واحد بس ديب اند سلو. طب ايه رايك لو شلت الاثنين وانسى الثالث لانه اقلهم اهميه انتركوستال ده المصل سبندل. لو شلت نيوموتاكسيك والفيجاس في نفس الكلب بوظت نيوموتاكسيك وقطعت الفيجاي مفيش اي فرامل يبقى انت تحت رحمه مين المجنون. يبقى تقعد تاخد النفس تاخد النفس تاخد النفس لحد ما يتوقف ويتوفاك الله. ده يسموه ابنيوزيس او في احتمال تاني الاوائل اسمه ابنيوستيك بريز. واحب ده لو شلت الفيجاس ونيوتاكس من غير فرامل خالص. لو انا ما عنديش فرامل خالص في احتمالين في الاثنين هموت يعني الاحتمالين هيموتوني بس يعني بنتسلى. لو انا خدت النفس كده على طول فيش فرامل وقعدت كده الى ان توفاني الله ده ابنيوزيس. ساعات الكلب يموت بس بطريقه ثانيه يعني يعني كل شويه يعمل اكسبيريشن صغير مش كافي يموت برضه فيبقى كده ويموت برضه يسموه ابنيوستيك بريذنج. يبقى لما اشيل اثنين فرامل للاوائل في احتمالين يا يعني النفس يقف هي واقفه واحده ابنيوزيس يا يقف بس في محاولات فاشله الاكسبيريشن يبقى ابنيوستيك بريذنج. ده الاحتمال. يبقى تاني يا اولاد الان سويتش المهم مفيش غيره اللي هو الابنيوستيك سنتر اهو تحت ابنيوستيك سنتر. الاوف سويتشز المهمين اللي هو الفرامل اعتبرها عجله قدام وعجله ورا العجله اللي قدامين وراني نيوموتاكسيك من فوق وفيجاس من تحت. شيل واحد النفس يقف بس بعد مسافه اطول ومده اطول يبقى becomes deep and slow. لان الفرامل نصها بس تشيل الاثنين ما يوقفش خالص يبقى ابنيوزيس ولا ابنيوستيك بريد. تعال بقى ناخد الادله السبعه الاكسبيرمنتال ايفيدنس يلا للاذكياء فقط. هنعمل سبع ليجنز اللي هي باللون الاحمر اللي هو اللي انا عاملها باللون الاصفر دي يعني ماليها باللون الاصفر. لو انا عملت جبت دوج انيمال كلب وعملت ترانزفيرس سيكشن عند الابر بوردر اوف بونز يبقى كل السنترز متصله زي الفل بالريسبيراتوري سيستم. انا جيت فوق كل السنتر وقطعت يبقى الاجابه العاديه اللي متوقعها من الطالب العادي يقول لي نو افكت اون ريسبيريشن. ده الطالب العادي انما احنا هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. حضرتك لما تقطع عند الابر بوردر اوف بونز او عند اللور ميد برين لور بارت هي اتنين واحده يبقى انت محتفظ بكل السنترز الاثنين بونتاين والاثنين مدلل متصلين بالريسبيراتوري سيستم فنو افكت بس الاوائل الطالب اللي واخد باله
بس انا كده لغيت الفولانتري، الفولانتري كنترول اوف ريسبيريشن، انه جاي من فوق، جاي من السيربال كورتكس، جاي ستيل من فوق. يبقى الصح ان انا اقول للاوائل، للاوائل نو افكت اون انفولانتري ريسبيريشن، اون اوتوماتيك ريسبيريشن. هتقولها بجمله فيها مزاح عشان انتوا بتفتكروا الحكايات. افرض كلب عمال يهوهو، ما هو الهوهوة دي اللي هي الكلام بتاع الكلب، يهوهو ده الفولانتري كنترول بتاعه، وانت زهقان منه مش عاوز تموته، اقطع له عند الابر بوردر اوف بونز، يبقى النفس عادي خالص، الكلب عادي نفس عادي، بس ما يقدرش السريبرال كورتكس يتحكم ويهوهو اللي هي الكلام بتاعنا. يبقى توقف الكلب على النباح كما توقف الديك عن الصياح. طيب تمام بالشكل ده، تبقى فاكرها بهذه الصوره. يبقى معمل ترانسفيرس سيكشن عند الابر بوردر اوف بونس، نو افكت اون اوتوماتيك ريسبيريشن، ده للطالب الممتاز. التجربة الثانية، لو عملت ترانسفيرس سيكشن عند الميد بونز في نص البونز هنا، يبقى أنا لغيت النيوموتاكسيك، يبقى الفرامل اللي من فوق دي مش شغالة. بس ستيل عندي فرامل من تحت الفيجاس. يبقى النفس becomes deep and slow. The respiration becomes deep and slow. لأني شغال في نص الفرامل. طيب التجربة الثالثة، لو جيت في انيمال ثالث قطعت بوث ذا جاي، لازم الاوائل يقولوا بايلاترال فاجوتومي، لان احنا قلنا السنتر على الناحيتين، فلازم اقطع بوث ذا جاي بايلاترال فاجوتومي. دي ثالث تجربه، يبقى انا شلت الفرامل اللي من تحت لكن في فرامل من فوق، يبقى مره اخرى ريسبيريشن بيكمز ديب اند سلو. تمام، ديب اند سلو. تجربه رقم 4، في كلب رابع في نفس الكلب عملت ترانسفيرس سيكشن في الميد بونز، يبقى انا لغيت النيوموتاكسيك. واحد يقول لي لسه شغال بالفيجاس، لا، وفي نفس الكلب الرابع ده قطعت بوث في جاي، يبقى لا في من فوق انك عامل ترانسفيرس سيكشن في الميد بونز يبقى النيوموتاكسيك مش شغال، وعامل بايلاترال فاجوتومي يبقى الفيجاس مش شغال، يبقى تحت رحمه المجنون اللي هو الابنيوستيك، يبقى يموت بطريقه من اثنين، يا ابنيوزس يا ابنيوستيك بريدنج، يا ابنيوزس يا ابنيوستيك بريدنج. تجربة رقم 5 يا ولاد، لو قطعت عند الابر بوردر والميدالة هنا، يبقى انا شلت البونتاين سنتر وشغال بس بالميدالة للسنترز. لطالب ذكي، ترجع ريمة لعادتها القديمة، يعني يرجع النفس المدلر سنتر لوحدها كانت قلنا بتعمل spontaneous rhythmic depolarization، يعني بتبعت depolarization بطريقة فيها إيقاع بس إيقاع غير منتظم وبطيء، يبقى النفس becomes rhythmic كل شهيق ورا زفير لكنه irregular غير منتظم and slow. ده لو قطعت عند الأبر بودر المدلر. تجربة رقم 6، طب لو قطعت عند اللور بوردر المدلة كما الإعدام شنقا، هي دي فكرة الإعدام شنقا، مسكوا الشخص حطوا له الحبل كده حوالين رقبته وبعدين يقف على حاجة اسمها الطبلية، وفجأة الندالة تبتدي، يروحوا فاتحين الأرض من تحته، يروح واقع بثقله كله في فراغ تحت اسمه البير. طبعا الحته دي ما تقدرش تشيل ثقل الجسم، فيتكسر السباينال كورد، نخاع الشوكي عند اللور ميدالا. يبقى فهمت بقى الاعدام شنقا بيتم ازاي، انت فصلت الريسبيراتوري سنتر في البونز والميدالا تماما من الريسبيراتوري موتور نيورونز، مش شغال لوحدها، يبقى يحصل ريسبيراتوري فيلير. تجربه رقم 7، التجارب السبعه الرائعه، واعدهم تاني ما تقلقش. طب لو عملت ترانسفيرس سيكشن تحت سيرفايكال 5 خلاص، يبقى ما زال الريسبيراتوري سنترز متصلة بال 3 4 5 اللي هما بيدوا الفرينك نير،
اللي بيشغل دافرام تقطع هنا بس على فكره، سيبك بقيه الخط ده خليك ذكي، نقطعنا الحته دي بس كده. يبقى السنترز متصله ب 3 4 5 وبالفرينك نيرف مشغل دافرام بس. يبقى الشخص ده بيتنفس بالدافرام بس، فيسموه دافراجماتيك ريسبيريشن، وهو كافي الحياه، كان سستين لايف، لانه ده مسؤول عن 75% من الزياده في حجم الشست. انا بس عاوز تفهم الحته دي. تعال تامل خاص لعبد الله، لو اتقطع تحت سيرفايكال 5 هنا، الشخص هيبقى عنده شلل رباعي، ايديه ورجليه مشلولين، كل العضلات تحت هنا مشلوله، العضله الوحيده اللي شغاله، اللي شغال وحيده، شوف شوف عشان تعرف ده وراء الخلق قالت، هي the only muscle which is essential for life، اللي هي مين؟ الدافرام. ليه؟ لان ربنا خلى العصب بتاعها طويل قوي 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 قوي، وبياخد من فوق من 3 4 سيرفايكال، فلما تقطع هنا كله مشلول، شلل رباعي، ايديه ورجليها مشلوله، بس العضله الوحيده، العضله الوحيده اللي لسه شغاله اللي هي الدافرام، اللي هي essential for life. شوف العظمه، العيان عنده شلل رباعي، كل العضلات دي مشلوله ما عدا الدافرام. ده فراجماتيك سبيشن. واقول لك العظمه اكتر، احنا قلنا القطع عند اللور بورد المضله نحن نصنعه، يغيرون في خلق الله، احنا بالشان بنشنق واحد. امتى بيتقطع تحت سيرفايكال 5؟ اقول لك، لو الواحد وقع على راسه نط مثلا في السويمنج بول في الحته الشالو، وراسه وقع من على حصان، وقع من ارتفاع ونزل على دماغه، ربنا ظابط الكيرف بتاع السيرفايكال ريجون، شوف الظبطه، بحيث السيرفايكال ريجون يكسر يجي تحت سيرفايكال 5. ايه العظمه دي؟ الكيرف مظبوط بحيث لو وقعت بتقلي كله على راسي يتكسر تحت سيرفايكال 5، يجيني شلل رباعي، كل العضلات تحت القطع مقطوعه ما عدا عضله واحده. The only muscle which is essential for life which is diaphragm، لانها بتاخد من 3 4 سيرفايكال. ودي كانت حاجه بستعجب لها، ان ربنا في الجسم مفيش مساحه. الاعقل في نظرنا، وانا مش فاهم حاجه كبشر، ان الدافرام اهو ياخد من هنا تبقى العصب قصير قوي. انا فهمت بعدها هو ليه ربنا خلى العصب طويل قوي، مع انه كان ممكن يديه من هنا الدافرام، ليه طويل قوي؟ شوف العظم، عشان لما اقع على راسي الكيرف مظبوط يتقطع تحت سيرفايكال 5، عضلاتي كلها تتشل، العضله الوحيده اللي تحت الليفل اوف ليجن اللي ما زال شغاله، اللي هي ذا اونلي وان ويتش از اسينشال فور لايف، اللي هي الدافرام، لان ربنا الاكسبشن ما ادهاش من اقرب حته، ادها من فوق خالص، وظبط الكيرف يتقطع هنا، يبقى دي اللي شغاله، يبقى نعيش. وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، واستعجب ان يوجد ملحدون. انا عاوزك اسمع اي محاضره ليا، شوف كم مره بذكر ان وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، كم مره، واثبتها بالادله. تعالى تاني بقى كده، انا خلصت، هقول السيفن ايفيدنسز، ايفيدنس اسف لا تجمع فاش اس، سيفن ايفيدنس اوف الريسبيراتوري سنتر او كنترول اوف بريدنج. ايه الايفيدنس بتاع الكلام ده؟ عندنا 7 ايفيدنس. يلا الاول قبل ما تشوف الايفيدنس تعالى افهم معايا تاني، الاول فهمتك الحته دي، دي المفتاح، ان ده الاون سويتش ابنيوستيك بيفرمله اتنين مهمين، من فوق النيوموتاكسيك والفيجاس من تحت، تشيل فرامل واحده وتشتغل بالفرامل الثانيه هتوقف العربيه بعد مسافه اطول ومده اطول. نترجمها ازاي في ريسبيريشن؟ يبقى ريسبيريشن بيكمز ديب اند سلو، فيبقى سلو ويقف بعد مسافه اطول، ديب اند سلو، ده لو شلت نيموتاكسيك بس او الفيجاس بس. طب لو شلت كل الفرامل في نفس الكلب، شلت نيموتاكسيك والفيجاس، يبقى انت تحت رحمه المجنون، يبقى تقعد مفيش حاجه توقف، تقعد تاخد نفس لحد ما تتملي للاخر وتقف في هذا الوضع الى ان يتوفاك الله، اللي هي ابنيوزيس او ابنيوستيك بريذنج. تعالى بقى the seven great evidence، نقولهم مرة أخرى يا أولاد. أول حاجة، أول تجربة، transverse section عند الأبر بونز فوق كل السنترز، هاي
يبقى كل السنترز متصلة بالجهاز التنفسي يبقى زي الفل no effect. انت ما زال كل السنترز متصلة بالجهاز التنفسي يبقى للأوائل no effect on, حتى ما يرضيتش اكملها عشان اناقشها معاك, no effect on involuntary respiration, لكن on automatic breathing, لكن فقد هذا الكلب القدرة على التحكم الإرادي, توقف الكلب عن النباح قلنا. يبقى الطالب العادي يقول لك no effect on respiration, لا هنا تصنع الأوائل no effect on automatic or involuntary respiration, لكن السنتر بتاع الفولانتري فوق موجود في الكورتكس. طيب تاني وتالت تجربة في الكلب التاني قطعت في الميب بونز يبقى أنا شلت إنه متاكسك. في كلب تالت قطعت بوث في جاي يبقى أنا سايب له نيموتاكسيك. يبقى مقطع في الميت بونز شلت نيموتاكسيك سايب له بوث في جاي. في كلب تالت قطع بوث في جاي بايلاترا بجوتو يبقى سايب له نيموتاكسيك سايب له فرامل, يبقى الريسبريشن بيكمز ديب اند سلو. في كلب رابع عملت الاثنين نفس الكلب الرابع ده اهو نمر اربعة تجربة الرابعة عملت ترانسفير سيكشن في الميت بونز يبقى انا لغيت له نيموتاكسيك. نيموتاكسيك مش اي اتصال باللي تحته. وفي نفس الكلب قطعت بوث في جاي بايلاترال فاجوتومي يبقى لا في فرامل من فوق فرامل من تحت. يبقى المجنون بقى اللي هو الابنيوستيك يعمل ابنيوزيس اور ابنيوستيك بريذنج. وريتها لك ايه الفرق بينهم. خد النفس كده على طول مفيش فرامل ابنيوزيس, لو وانتربتد في انسباتوري سباز انتربتد باكسبيريشن ان افيشنت اكسبيريشن سبازم في الانسبيريشن وان افيشنت اكسبيريشن هما برضه يبقى ده يسموه ابنيوستيك بريذنج. الاورنيه ابنيوزيس انما ده بريذنج بس يسموه ابنيوستيك بريذنج مش كاف هيموت. كلب الخامس قطعت عند الابر بودر المظله يبقى شلت البونتاين سنتر اللي هم وظيفتهم ايه بيموديفاي كانوا بيعدلوا الاكتيفيتي بتاعه الميدلر سنتر. ليه هو مالها الاكتيفيتي ريسبيراتوري سنتر اوف ميدلر سنتر؟ قلناها بتشتغل بايقاع ريزميك لكنه ايقاع غير منتظم وبطيء. يبقى النفس ريزميك الريجولار اند سلو ليه قلتها ترجع ريمه لعادتها القديمه. الميدلر سنتر لوحدهم من غير ما يوضبهم البونتاين سنتر يخلوا النفس ريدميك يت الريجولار اند سلو. طب لما قطع عند اللور بودر المظله الاعدام شنقا. شوف بدي المثال حتى عشان ما تفهمش ان احنا بنشرح في الفراغ الكوني ان الحاجه دي موجوده اهي دي موجوده في الدنيا بقى دي الاعدام شنقا احنا اللي عاملينه فخلاص مش مظبوطه اتقطعت عند اللور مظله هنا مت لان شلت كل الريسبيراتوري سنتر في المظله والبونز من الريسبيراتوري سيستم فصلوا تماما السنتر في وادن والماسلز والنيرونز اللي بتشغلها في وادن اخر مش حد بيقول لها اشتغلي يبقى الريسبيراتوري فيلر اند ديث. التجربه السابعه بقى اللي تدل على انه وراء الخلق خالق. شخص وقع على دماغه في الشالو بارت بتاع السويمنج بول او وقع من ارتفاع ونزل على دماغه الكيرف بتاع العنق مظبوط الكسر يجي تحت سيرفايكال 5. طيب يبقى ما زال الريسبيراتوري سنتر متصله بالاوريجين اوف فرينيك نير يبقى شال الرباعي. قلت ان الشخص ده كل ده مشلول العضله الوحيده اللي شغاله اللي هي الدافرام لان الفرينيك جاي من فوق وربنا ظابط الكيرف اتكسر هنا فشال الرباعي وعضله واحده شغاله اللي هي كافيه للحياه فريسبريشن بيكمز دافراجماتيك. شوف العظمه ربنا بيورينا أهمية الحياة. أمامك الموت والحياة فاختر الحياة. يعني هو يعني البيلت إن بتاع جسمنا إن إحنا نعيش كل حاجة معمولة عشان نملأ الأرض شيء رائع. طيب أنا خلصت بس استسمحكم دقيقتين للسؤالين لان دي محاضره تقيله وقويه في الاسماء وفي الفهم. تعال نقول سؤالين.
اللي هو السؤال الاول genesis of rhythmic respiration او genesis of eupnea النفس الطبيعي بينيا يعني نفس وايو يعني normal normal breathing كم خطوه خمسه سيبك بالالوان الحمراء الوقت خليك في الازرق اشتغل في الازرق عارف لما اقول لك اشتغل لك في الازرق اهو اشتغل في الازرق قلت لك امامك جهاز تلعب فين نمره واحد العب في الاون سويتش اللي هو مين ابنيوستيك سنتر يبقى الابنيوستيك سنتر الخطوه الاولى يشغل الانسبيراتوري نيرونز بتوع الدورسال ريسبيراتوري جروب اللي هو المهم ستيب 1 فالدورسال ريسبيراتوري جروب امشي معايا بالليزر يشغل الريسبيراتوري موتور نيرون ستيب 2 اللي موجوده في 3 4 5 سيرفايكال شغل الدافرام عن طريق الفرينك نيرف واللي موجودين هنا مش راسمهم اللي هم الثوراسيك اللي بيشغلوا الانتركوستلز خلاص فيحصل انسبريشن في الخطوه الثانيه واشرح اربع خطوات من الخارج للداخل شيست كيج يوسع ادخل لجوه اللانج تديستند ادخل لجوه الضغط جوه الرئه يقل يبقى ناقص واحد خطوه رابعه الهواء يدخل لا اشرح خطوه الثالثه خاف من الثالثه اللي الاوف سويتشز هم دي اللي بيقروها في كام اوف سويتشز في الخطوه الثالثه ربنا بيعمل لنا كام احتياطي ثلاثه من فوق نيوموتاكسيك وتتكلم على الميكانيزم بتاعه ابنيوستيك استيبيليت نيوموتاكس عارف روح انه مجنون في نفس الوقت اللي بيستيميليت الدورسال سباتو جروب اللي تحت يستيميليت النيوموتاكسيك اللي فوق خلاص فالنيوموتاكسيك يرد الاحسان بالاساءه يعملوا انهيبيشن هو والدورسال سباتو جروب قصد اله كل مره يشتغل ابنيوستيك عارف ان هو لو اتساب هيموتنا فيستيميليت النيوموتاكسيك فالنيوموتاكسيك يبعت يوقفه هو والدورسال سباتو جروب ده اول اوف سويتش من فوق تاني واحد من تحت وقلت الاهميه مش ان هم كلهم اتجاه واحد وراء الخلق قوة عقلية واحد من فوق واحد من تحت اللي هو الهيرينج برور الاستريتش سيبتور في البرونكاي في السموث ماسل قلتها 100 مره في البرونكاي في السموث ماسل لما اللنج يحصل لها استريتش هي اسمها استريتش ريسبتور لما الواحد ياخد نفس اللنج بيحصل لها استريتش فالاستريتش ريسبتور تشتغل تبعت عن طريق اشهر عصب هو الفيجاس برضه يوقف الاثنين ابنيوستيك المجنون واللي بيشغله الدورسال سباتو جروب ثالث واحد اللي هو الانتركوستلز فيها المسل سبندل دول اوف سويتش وانس وقفت النفس خطوه الرابعه اكسبيريشن يحصل لوحده باسيف وتشرح اربعه من الخارج للداخل شيست كيج يصغر ادخل لجوه في اللانج تريكويل ادخل لجوه الضغط جوه يزيد زائد واحد يطلع لها الخطوة الخامسة ان الابنيوستيك سنتر يريكفر بالانهيبيشن ويبتدي نيو سايكل انا اسف اهو الابنيوستيك سنتر يريكفر بالانهيبيشن ويبتدي نيو سايكل طيب ده سؤال قلته ايه ست مرات يمكن ست مرات يلا بيقول لك ايه علم مش هقول المثل التاني هقول التكرار يعلم الشطار مش هقول التاني واقول مثل تاني علم في المتبلم كملوه انتوا يصبح ناسي نيجي الاكسبيرمنتال ايفيدنس قبل ما تدرسها بستعجب من الزملاء اللي يبتدي يقولها له قول له الفكره الاول اهي الفكره يا بني ادم مين الاون سويتش الابنيوستيك اهو في كام فرامل اساسيه ثلاثه بس في اثنين اساسيين من فوق النيوموتاكسيك ومن تحت الفيجاس شبهها له بعربيه لما عربية تشيل نص الفرامل يبقى العربية هتشتغل نص التاني يوقفها بس يوقفها بعد زمن اكتر يبقى سلو ومسافة اطول تبقى ديب يبقى النفس becomes deep لو شلت فرامل واحد اهو بدل كده يبقى كده شيلهم الاثنين في نفس الكلب يبقى فيش فرامل خالص يبقى يقعد الابنيوستيك المجنون يشغلنا على طول لحد ما نموت دي اسمها ايه ابنيوزس لو عفرت يعني حصل انسبيراتوري سبازم وكل شويه انتربت اكسبيريشن هموت برضه بس بريذنج ما يبقاش ابنيوزس يبقى ابنيوستيك بريذنج تعال بقى ناخد الايفيدنس وي هاف 7 ايفيدنس وقلت كلمه لا تجمع يا اولاد لو قطعت عند الابر بوردر اوف بونس يبقى انت
كل السنتر مضل، كل البونتاين مضلر سنتر متصله بالريسبيراتوري سيستم. يبقى الطالب العادي يقول نو افكت الاوائل اون اون ان فولانتري اون اوتوماتيك ريسبيريشن، لكن مفيش فولانتري كنترول، كلب توقف عن نباح. طيب في كلب ثاني هقطع في الميت بونز، يبقى لغيت النيموتاكسك، يبقى شغال بالفيجاس نص الفرامل، يبقى ديب اند سلو. في كلب ثالث هقطع بوث فيجاي، ما تقولش فاجوتومي، للاوائل يقولوا بايلاترال فاجوتومي، لان انا قلت السنتر عن ناحيتين، الاوائل ليهم تعبيرات معينه بايلاترال فاجوتومي. يبقى انا شايل بوث فيجاي، يبقى شغال بنيوموتاكسي، يبقى بنص الفرامل، يبقى برضو ديب اند سلو، ديب اند سلو اهي. التجربه الرابعه لو شلت الاثنين اثنين وثلاثه في نفس الكلب، نفس الكلب الرابع عمل ترانزفير سيكشن في الميت بونز وشلت بوث فيجاي، يبقى يحصل له ابنيوزس او ابنيوستيك بريدنج. الكلب الخامس عملت له ترانزفير سيكشن عند الابر ميدالا او اللور بونز، عشان تبقى ذكي برضه في الام اس كيو، ما هو اللور بونز هو الابر ميدالا، مش عاوز غباوه، نهايه البونز هو بدايه الميدالا، احنا مش اسطوانات هنحفظ. في حاجتين بكرههم في حياتي، عدم النظام والعبط. فلما اقطع عند الابر وده ميدالا يبقى شغال بالميدالا سنتر بس، اللي هي كان عيبها ايه؟ هو ليه ربنا عمل لها بونتاين سنترز؟ عشان تعدلها. ليه؟ لانها كانت في ايقاع ريذميك، لكنه ايقاع الريجولار اند سلو. ريذميك ترجع ريما لعادتها القديمه، يرجع النفس ريذميك يت الريجولار اند سلو. خلاص؟ ثم نيجي احنا بقى اللي بنغير في خلق الله، نقطع نعدم واحد، يبقى قطعنا عند اللور موتور ميدالا، خلاص؟ يبقى انت فصلت كل السنترز من الموتور نيرونز والريسباتوري ماسلز. يبقى خلاص ما هتشتغلش لوحدها الموتور نيرون والريسباتوري ماسلز، دي عاوزه حد يقول لها اشتغلي وينظمها. يبقى الريسباتوري فيلير. التجربه السابعه هي تورينا خلق الخالق بقى. انه واحد في الحياه وقع على راسه. الكيرف مظبوط يتقطع تحت سيرفايكال خمسه. اهو. تحت سيرفايكال خمسه هنا. وظبطه تاني ان العضله الوحيده اللي ما بتاخدش من جنبها بتاخد بنيرف طويل قوي 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 من فوق اللي هي الفرينيك نيرف. حتى انا عاوز اقول لك حاجه، اوعى تنسى الفرينيك نيرف بيغذي الدافرام فروم ذا اندر سيرفس يا ولاد، ده سؤال في الاناتومي. لان هنبقى هيفيدني في حاجه في الزغطه لما اجي اشرح لكم الزغطه في الريسبيريشن. ان الفرينيك نيرف بيغذي الدافرام مش من فوق، من الاندر سيرفس. حتى يمكن كنت اعملها في الرسمه اللي قبلها. اهي كده من الاندر سيرفس. شوف مين عرفت كده. فتقطع هنا تحت سيرفايكال 5 يبقى شال الرباعي. العضله الوحيده اللي شغاله هي الدافرام. يبقى دافراجماتيك ريسبريشن. شوف العظمه. دي كان السبع تجارب الرائعه في الاكسبيرمنتال ايفيدنس. يبقى عندي ثلاث اسئله في هذه المحاضره. قلتهم يمكن الواحده خمس ست مرات لان انا عارف انها حصه ومحاضره ثقيله. قلت الريسبيراتوري سنترز بيجي سؤال نمره واحد. الجينيسيس اوف ريذميك ريسبيريشن سؤال، هي كلهم نفس السؤال بس بزاويه مختلفه. والاكسبيرمنتال ايفيدنس سؤال ثالث. يبقى ريسبيراتوري سنترز سؤال، جينيسيس اوف ريذميك ريسبيريشن او يوبنيا تخليق التنفس المنتظم، والاكسبيرمنتال ايفيدنس تبقى عارفها الثلاثه دول. طبعا انا عايز اقول لك حاجه في نص دقيقه في عجاله كده. دلوقتي انت فهمت بقى كل سنتر بياخد منين وبيبعت ازاي، يعني انا عشان تفهم ليه انا فوتها. يعني اديك مثال، مثلا الدورسال ريسبيراتوري جروب، انت فاهم دلوقتي ان هو بيجي له امبلس منين؟ بيجي له امبلس من الابنوستيك سنتر اللي هو الاون سويتش شغاله، وممكن من 9 و10 في ريجوليشن. طب وبيبقى انهبيتد منين؟ انهبيتد يا من فوق بالنيموتاكسيك، وانهبيتد من تحت بالفيجاس. طيب هو احتمال في الريسبيريشن الصعب يبعت للفنتر ريسبيراتوري جروب. دي الحته اللي فوتناها. بس كان لازم تفهم القصه عشان تفهمها. يبقى بيجي له انهبيشن من ثلاث حتت المهمين، هم من فوق النيموتاكسيك ومن تحت الفيجاس، فكان لازم اشرح عشان تفهمها. وهو بيبقى استيميليتد بالابنيوستيك. وممكن يجي له امبلس من
9 و10 هنشوفها في ريجوليشن المحاضره القادمه باذن الله ازاي هي ريجوليتد. يبقى بيجي له 2 من الابنيوستيك و9 و10 دول بيعملوا له ستيميليشن. ده طبعا ممكن ستيميليشن ممكن انهبيشن 7 و9 عشان نبقى يعني صراحه دول ريجوليشن اللي هو اسف 9 و10 ال 9 و10 يعملوا له ريجوليشن من فوق الابنيوستيك ده اون سويتش يعملوا ستيميليشن. طب انهبيتد يا اما بالنيوموتاكسيك يا اما بالفيجاس يا اما بالانتركوستلز. دي الحته اللي فوتها لان قلت لازم تبقى فاهم الموضوع عشان تعرف انه انهبيتد بحتتين من فوق بالنيوموتاكسيك ومن تحت بالفيجاس في ثلاثه اكشوالي بالماسل سبندل انتركوستال ماسلز وهو بيبقى ستيميليتد بالاون سويتش الابنيوستيك. ما كانش ممكن اقولها وانت ما انتش فاهم. وفي ريجوليشن هياخد بتجيله امبلسز وذر ستيميلاتوري او انهبيتوري عن طريق اهم عصبين وهم 9 و10. كده خلصنا يا اولاد يعني احد محاضرات تقيله. اشكركم على وقتكم واتمنى اكون فدتكم ويعني اسعدوا بامهاتكم وكل سنه وانتم طيبين والقاكم على خير باذن الله قريبا مع السيركوليشن. جود لك.